مشكلة البنكرياس أعراضه بنسميها دايماً فيج، يعني ملهاش عرض محدد. أورام البنكرياس، البنكرياس عموماً محدش يعرف عنه حاجة. تشخيصه إن إحنا نقول ينفع له عملية فعلاً اتطور جداً جداً، مش هيدي أعراض غير ما يوصل لحجم كبير قوي، وبالتالي في الغالب بيتشخص متأخر قوي. عشان استأصل المنطقة صعبة شوية، والعملية تبان إنها تخوف شوية، لكن نسبة نجاحها دلوقتي تتعدى 95%. الدكتور محمد فتحي عبد الغفار، أستاذ جراحة وزراعة الكبد كلية طب جامعة عين شمس، استشاري جراحات الكبد والقنوات المرارية والبنكرياس، عميد المعهد القومي للكبد سابقاً، زميل جامعة إيسن بألمانيا لجراحات الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية. أهلا بكم. دايما في أورجان كده عضو في الجسم أنا بسميه العضو المظلوم والعضو المخيف جدا، تقولوا مع كل طبعا حتة في الجسم مظلومة ومخيفة في نفس الوقت، ده تعبير أدبي، بس البنكرياس اللي قصدي عليه. ليه مظلوم؟ لأنه معلومات الناس على البنكرياس قليلة، وبرضو حتى معلومات طلبة الطب على البنكرياس قليلة، ومعلومات الامتياز أو شباب الأطباء عن البنكرياس قليلة. والبنكرياس عضو شكله غريب جدا، حتى مميز، حتى في ما بنشوفوش أبدا في التشريح، يعني في لما بتدخل مشرحه مين طلب الطب اللي في سنه اولى وثانيه اللي شاف بنكرياس؟ مفيش، ما بنشافش، بنشوف الكبد، بنشوف القلب، بنشوف طبعا العضلات بشكل واضح، الرئتين، لكن البنكرياس بتدور عليه ما تفهمش راح فين، يعني بيتفرول ويبوظ بسرعه رغم وجود المواد الحافظه. اللي انا عايز اقوله بقى انه البنكرياس ده فيه حاله مرضيه مشهوره جدا اللي هي اكياس البنكرياس. ارجع تاني القصة المشهورة جدا اللي أنا بتكلم فيها واللي ما زلت بتكلم فيها، وهي إدمان الكحوليات. الكحوليات يا جماعة في منتهى الخطورة، الخمور في منتهى الخطورة، اللي بيشرب خمرة هو مقبل على كارثة اسمها التهاب بنكرياس، قد يكون حاد وقد يكون مزمن، والحاد ده نصيبة والمزمن مصيبة. الأكياس دي أخرى كارثة جدا لأنها من الأسباب اللي الكحول بيعملها، فتكر وبطل كحول بسرعة ياللي بتشرب كحوليات. يعني ده واحد يقول لي طبعا، يعني في واحد طيب مرة وانا بقول له كده قال لي طب يعني اشرب حشيش؟ قلت له حسبي الله ونعم الوكيل. هقول له ايه؟ فده كلام خطير جدا، لا ده ولا ده، ده مضر جدا وده مضر جدا، مفيش فيه اي فوائد. اسمحوا لي ان انا ارحب بضيفي العزيز اللي بسعد جدا وبفتخر بتلبيته ودعوتنا، طبعا ضيفي واستاذنا الاستاذ دكتور محمد فتحي عبد الغفار، استاذ جراحات وزراعه الكبد، الاستاذ بكليه الطب جامعه عين شمس، وزميل جامعه ايسن بالمانيا لجراحات الكبد والقنوات المراريه والبنكرياس، وعميد معهد الكبد السابق. اهلا بيك يا دكتور محمد. والحقيقه اختيارك بقى للبنكرياس النهارده دايما بيثير زي ما بقول يعني كده الايه السخونيه. بنكرياس يعني حاجة مهمة، وحاجة قلت يعني ان هو مش واخد حقه قوي، بس زود عليها هو مش واخد حقه في الطب نفسه بصفة عامة. يعني النهاردة مثلا هنتكلم عن موضوع من ضمن اكياس البنكرياس المشهورة، حاجة اسمها IBMN. الIBMN اكتشفوها امتى؟ سنة 82. يعني بنتكلم ان احنا لغاية من كام سنة بس ما كناش نعرف ان في حاجة اسمها موضوع كبير قوي من ضمن اسباب اكياس البنكرياس. فالبنكرياس فعلا من الحاجات اللي التطور فيها حتى في العلم نفسه سريع جدا جدا. كل يوم في تقسيمه جديده، وكل يوم في طرق علاج مختلفه عن اللي قبليها. نكتشف مثلا ان طرق متابعه الاكياس ديت اخر اتفاق اتعمل امتى؟ 2012. يعني بنتكلم من 6-7 سنين بس. لكن قبل 2012 كنا مختلفين جدا نتابع حتى المرضى دول ازاي. كلمه اكياس ترتبط في الطب عندنا بحاجتين، الاشهر المبايض، اكياس على المبايض دي في النساء والتوليد. فكلمه اكياس بنكرياس يعني ما بنسمعش كلمه كيس في الكبد ولا كيس في القلب ولا اكياس في المخ، لكن في البنكرياس ايه المقصود بكلمه اكياس؟ وش معنى يعني البنكرياس اللي اتقال عليه كيس؟ طيب اقول لك بقى معلومه كمان صادمه شويه. نسبتها قد ايه؟ نسبتها في
بالأشعة المقطعية أو بالرنين 13%، وده رقم يعتبر كبير جدا 13% جدا من الناس. يعني كل 100 شخص عمل هيعمل أشعة مقطعية أو رنين هيطلع عنده أكياس في البنكرياس. ياه. لا ده كمان فئة فيه اللي أصعب من ديت، في الأوتوبسي يعني في التحليل الناس الميتة لما جابوا مثلا 100 جثة يشوفوا منها كم واحد كان عنده أكياس في البنكرياس، 23%. فهي أرقام ما إحنا كنا يعني نسميها أندر استيميتنج، ما إحنا مقللين من نسبة حدوثها أو من قيمتها. لا ده رقم كبير جدا، وبيقولك إن الفرق ما بين 23 و13 ديت إن في كتير يبقى عندهم كيس في البنكرياس وعمل أشعة مقطعية وبتاع الأشعة ما شافوش، ما خدش باله منه. يعني الفرق ده فرق في التشخيص مش فرق في نسبة الحدوث. فهي الحقيقة نسبة حدوثها أعلى بكتير قوي من اللي إحنا متخيلين. لكن عشان نبسط الأمور هنقول إحنا عندنا مجموعتين أصلا من الأول خالص، أكياس كاذبة وأكياس حقيقية، سودو سيست وسيست أو سيست. آه من الأول كده خالص. سودو سيست دي حاجة هو مش كيس، هو عبارة عن فيه سائل تجمع ابتدى الجسم يحوطه فتحول إلى كيس. طب هو هيفرق إيه عن التاني دوت؟ إن التاني ده عبارة عن كيس فعلا، بس الكيس ده متغلف من جوه بخلايا، التاني ده متغلف بأنسجة ليفية مش خلايا، دي فايبس ودي حاجة خلايا مبطنة. الأكياس الكاذبة دي بتحصل كتير قوي للمرضى اللي كان جالهم التهاب في البنكرياس. ويمكن عشان نفهمها شوية، دي من الحاجات برضو اللي اتطورت قوي في الكام سنة الأخيرة نفسها. يعني اكتشفوا ان التهاب البنكرياس دوت نوعين، في نوع بيحصل جوه، احنا اي واحد حصل التهاب في ايده ايه اللي بيحصل؟ الايد بتورم شويه، مكان الالتهاب بيورم شويه. نفس القصه بتحصل في البنكرياس، هيبتدي البنكرياس يورم شويه ويبقى فيه تجمعات من السائل. السائل ده يتجمع جوه البنكرياس نفسه او يتجمع حوالين البنكرياس. لو اتجمع جوه البنكرياس ده هيصرف بعد كده ويختفي وخلاص، لو اتجمع حوالين البنكرياس هو ده التجمعات اللي بتحصل اللي هي ممكن تقلب بكيس كاذب بعد كده. فده أول نوع اللي هو الأكياس الكاذبة. وده نوع حصل تطور جامد قوي في العلاج بتاعه. كنا زمان علاجه دايما جراحة ونوصل الكيس بالمعدة وحاجات زي كده. دلوقتي بقى دكاترة البطنة والمناظير ليهم حل بالمنظار من غير عملية، بيخش في المعدة ويفتح الكيس على المعدة وتتحل القصة دي. كان زمان لما يحصل من ضمن مشاكل تجمعات البنكرياس السائل دوت ان ساعات قالت البنكرياس نفسها تكون مقطوعه، دي هتعمل تصرف السائل وملوش حل. لا ده دلوقتي بره يمكن في مصر ابتدينا شويه ان يعمل منظار ويركب دعامه في قناه البنكرياس مش في القناه المراريه، بحيث يعدي الحته اللي فيها القطع ديت، وبعد فتره يشيل الدعامه ويكون لحم خلاص، فيوفر عمليه كبيره قوي على المريض. دي في جزء الأكياس الكاذبة. إيه الأعراض بتاعت الأكياس الكاذبة أو الصادقة؟ هو دايما المريض هيبقى عنده تاريخ مرضي بالتهاب شديد في البنكرياس، وبعد ما الالتهاب راح ابتدى يحس بألم أعلى البطن شوية، لو كيس ده كبر شوية هيضغط على المعدة فيبتدي دايما عنده ترجيع، عنده أعراض مش قادر يأكل لأنها ضغطة على كل المنطقة ديت. لو الكيس ده صغير نسيبه ممكن يمتص لوحده ويختفي، لكن لو الكيس ده كبير حجما سبب ألم سبب أعراض أو سبب التهابات، في الحالة دي محتاجين تدخل. التدخل زي ما قلنا بقى اختلف زمان عن دلوقتي، كنا زمان التدخل الوحيد هو الجراحة، لا دلوقتي أصبح عندي اختيارات أخرى غير جراحية. الأسباب التهاب، طب الأسباب للتهاب إيه؟ كحول ولا في حاجة تانية؟ كحول ده نمره واحد بره. الكحول اللي هو الخمره، عشان بس ما حدش يقول لي كحول التطهير يعني، لا اسمه خمره، كل انواع الخمره بقى. البيره خمره على فكره، اهو معلومه صادمه. وفي مصر يمكن هيبقى حصاوي المراره. دي من اشهر الاسباب. طبعا بيجي اسباب تانية كتيره قوي زي ساعات ارتفاع نسبه الدهون، في ارتفاع انواع من الاملاح زي الكالسيوم، في حاجات التهاب مناعي البنكرياس، يعني في اسباب كثيره جدا لالتهاب البنكرياس ده. لكن اشهرهم دايما زي ما حضرتك قلت الكحوليات او حصوات المراره. هل المخدرات بتعمل التهاب في البنكرياس؟ ممكن تعمل لو في حاجات هتبقى توكسيك، يعني حاجه زي تسمميه على البنكرياس نفسه، ممكن تعمل حاجه زي كده. طيب
في انواع لاكياس البنكرياس غير التقسيمه اللي احنا قلناها؟ الانواع الثانيه بقى اللي هي اكياس حقيقيه للبنكرياس. والاكياس الحقيقيه دي اختارهم بقى. اختارهم ليه؟ لاني في جزء منهم جزء مش قليل، يعني لو بصينا على الصوره دي هو هنا دي تقسيمه كل انواع اكياس البنكرياس. حلوه. من ضمن اول حاجه في اليمين خالص دي الاكياس الكاذبه سوديوسيست. وفي انواع ثانيه هتطلع من القناه الرئيسيه، وفيها تطلع من القناه الفرعيه، في اكياس جواها سائل شفاف، وفي اكياس جواها سائل لزج. هاي الاكياس اللي جوه القناه الرئيسيه دي اكتشفت سنه 82 الاي بي ام ان. دي بقى ايه اهميتها وايه خطورتها الشديده؟ ان في نوعين منها. في نوع هيطلع من القناه الرئيسيه اللي احنا شايفينه اللي هو القناه الكبيره الخضراء ديت، وفي نوع طالع من الجنب. اللي طالع من القناه الكبيره ده نسبة ان يقلب بورم سرطاني من 40 لـ65%. فده كيس حميد ولكن عنده احتمالية ان يقلب بورم سرطاني قد تصل الى اكتر من 60%، يعني واحد كل اتنين تقريبا. وبالتالي دي لو احنا اكتشفناها يبقى ده المريض ده لما اعمله انا عملية انا وقيته وحولته لشفاء تماما، عكس ما استنى لما قلب بورم سرطاني وبعد كده اعمل بعدها عملية، ساعتها نسبة ارتجاع الورم عالية جدا. النوع الثاني الكيس اللي هو خارج من القناة الفرعية، ده نسبة انه هو يقلب ورم 10 لـ15%، برضو رقم مش قليل. ولكن زي ما قلت لحضرتك بقى في 2012 ابتدوا يحطوا مواصفات. احنا دايما مشكلتنا الميزان ما بين حاجتين، طب هو في 10% ممكن يقلب ورم، طب اعمل له عملية؟ طب ما دي عملية كبيرة برضو، ولا اسيبه واتابعه؟ طب انا خايف لا يقلب ورم، ولو قلب ورم النتائج مش هتبقى حلوه قوي. فابتدوا يحطوا صفات كده، يحطوا علامات بيسموها علامات خطيره، هاي ريسك فاكتور. ايه العلامات الخطيره دي؟ يعني لو القناه بتاعت البنكرياس اكتر من 9 ملي 10 ملي، واسعه قوي، او ان الكيس دوت جواه نتوءات واخده صبغه، او حجم الكيس ده اكتر من 4 سنتي، او العيان جاي لي بصفره. في اصبح فينا علامات كتيره ممكن بالرنين او بالاشعه المقطعيه، بس اكتر الرنين يقول لي ده كيس، والكيس ده نوعه ايه، طالع من القناه الرئيسيه ولا من القناه الفرعيه، واحتماليه الكيس ده ان يقلب ورم قد ايه، وبالتالي احط خطه العلاج. هل الكيس ده محتاج متابعه فقط ولا محتاج عمليه؟ دي مثلا صوره الرنين، ده كيس طالع من القناه الرئيسيه بتاعه البنكرياس. هنشوف بعد كده في مثلا صوره ثانيه في المقطعيه برضو كيس طالع منها، وبيتقسم بقى وليها تقسيمات كثيره قوي. هل هو طالع من يعني ده برضو السهم هنا بيشاور على كيس طالع من راس البنكرياس. وكيس بالحجم ده قد يحتاج ان احنا نعمل عمليه كبيره اسمها ويبل، لان دي هتقي العيان انه يتحول الى ورم سرطاني بنسب نجاح اقل بكتير قوي لو شاله في المرحله ديت. ده كيس مثلا في جسم البنكرياس في الجزء الثاني. الموضوع ده من ضمن هنا بقى، ده كيس نوع ثاني بقى، ده الكيس اللي بيبقى ميوسينس، يعني ده جواه سائل لزج. الكيس دوت نسبه حدوث الاورام فيه اقل شويه، حوالي 15 لـ20%، ان هو يقلب ورم سرطاني. وبالتالي برضو أصبح لينا علامات فيه قريبة من نفس العلامات التانية، اللي هو برضو لو الجدار بتاعه تخين أو فيه نتوءات واخدة صبغة أو حجمه كبير، الحاجات دي قد تحتاج إن احنا نستأصل الكيس ده علشان ما يقلبش بورام سرطانية. في أنواع أكياس أخرى بقى، حاجة اسمها السيرس، اللي هي الكيس اللي جوه سائل شفاف خالص، ده ما بيقلبش عمره بورام، وبالتالي مش محتاج مني أي حاجة ولا تدخل، فقط متابعة لو في أعراض نتعامل معها. طرق ايه التشخيص؟ هتبقى اشعه مقطعيه ام ار اي ولا في حاجه ثانيه؟ الاثنين الاساسيين المقطعيه والرنين. ورنين لازم يبقى رنين بصبغه، وده رنين ثلاثي يعني دي، ولازم جهاز كويس جدا، ولازم دكتور اشعه متخصص في الحته دي بالذات، بحيث انه يعرف يلقط الحاجات. احنا بنتكلم في حاجه 2 مللي 3 مللي 4 مللي، يعني حاجات صغيره جدا. والقرار فيها صعب قوي، ان هو يبقى شايف الجدار وشايف نتوء في الجدار، والجدار ده واخد صبغه ومش واخد صبغه، فدي محتاجه دكتور اشعه فعلا هو عارف هو بيدور على ايه. الحاجه الثانيه الجديده شويه اللي هو الموجات الصوتيه اللي بالمنظار،
ودي بقى دقيقه قوي في الحته ديت، ان لو عندي الكيس دوت بنخش بمجات صوتيه، هو بيحدد لي نوع الكيس بقى بيقدر يبنه، بياخد عينه من السائل جوه الكيس، احلل السائل ده برضو، هل السائل ده سائل كلير يعني صافي خالص ولا في جزء ميوسين اللي هو الحاجات اللزجه ديت، هل قلب او بيقلب او هيقلب اورام. يعني حتى ابتدوا الاي بي بان اللي احنا قلناه في الاول دي ابتدوا يقسموها ثلاث مراحل، مرحله عاديه خالص، ومرحله ابتدى يبقى فيها ديسبليزيا، ابتدت الخلايا تتطور شويه، ثم مرحله ما قبل الورم على طول، ومرحله الورم. كل ده ممكن بالعينه اللي خدها لي بالموجات الصوتيه اللي بالمنظار يقدر يشخص لي هذه الاشياء. بعد ما شخصنا، طب انا هبدا اتعامل علاجيا مع نوعين، نوع اكياس كاذبه واكياس حقيقيه. الكاذبه الحمد لله فيها ميزه انها مش هتقلب بحاجه. فانا هتعامل معاها على حسب ايه مشكله المريض. يعني لو عنده كيس صغير خلاص مش عامل له اعراض، مش هنعمل له حاجه. طب هو عنده كيس كبير وعامل ترجيع وعامل مشاكل ليه وألم بيعمل ألم رخم، طبعا في الحالة دي أنا محتاج أن أنا أفضي هذا الكيس. هي المشكلة أن الكيس ده في الغالب بيبقى واصل بالقناة بتاعت البنكرياس، عشان كده لو أنا سحبته هيجمع تاني، فأنا لازم أوصله بحاجة. زي ما قلنا كنا زمان أو مش زمان، لغاية دلوقتي يعني أكثر عملية مشهورة أن احنا نوصله بالمعدة أو بالأمعاء. لكن الجديد أن دكاترة المناظير الباطنية دلوقتي بقوا يخشوا بالمنظار وهم يعملوا التوصيلة دي من غير عملية ولا حاجة، ونسب نجاحها أصبحت عالية شوية، وفي مصر هي بتتعمل دلوقتي. فأصبحت الأكياس الكاذبة ليها حلول سواء كانت جراحية أو كانت غير جراحية. طب نيجي بقى للأصعب، المشكلة الكبيرة، المشكلة الكبيرة ده منهم ناس بتقلب 60% إلى كانسر. دول بقى هنا هيبقى مشكلة التشخيص، إنك لازم تتأكد، لأن زي ما قلت لحضرتك إحنا عندنا حوالي مثلا ثلاث أنواع من الأكياس الحقيقية، فيهم نوع عمره ما بيقلب، وفي نوع نسبة انه بيقلب قليل قوي، وفي نوع بيقلب كتير قوي، وبالتالي الفروق بينهم كبيرة جدا، وبالتالي برضو التشخيص هنا هيبقى مهم قوي. يعني انت عندك أكياس في منهم واحد طريق السلامة، وفي واحد طريق يقلق، وفي واحد طريق مقلق اللي هو يروح ما يرجع، طريق مخيف بالظبط. فعشان وهنا وهيترتب على الكلام دوت قرارات صعبة. يعني اللي هيقلب دوت ده محتاج ويبل، محتاج عملية استأصل فيها جزء من البنكرياس وقناة مرارية ومرارة وإسناء، زي ما كنا كنا على الويبل قبل كده. أهو ده مثلا دي الأكياس اللي هي خارجة من قناة فرعية، ودي يعني ورينا كيس ورينا صورة الرنين بيبقى شكله عامل إزاي. الصورة اللي بعديها هنشوف الكيس اللي هو خارج من ده خارج من القناة الرئيسية نفسها. أو ساعات يبقى الاتنين مع بعض، هنلاقي صورة تالتة جزء منه ده هو طالع من القناة الرئيسية وطالع من القناة الفرعية. اللي هيطلع من القناة الرئيسية دوت ده اللي فيه نسبة ان هو يكون يقلب بورم كبير، وبالتالي ده هنضطر نستأصل جزء من البنكرياس كعملية كبيرة عشان نقي المريض ان هو يقلب بعد كده بورم. وده في ميزة ان عنده تقريبا نسبة ارتجاع الورم فيه صفر، مش محتاج متابعة لو هو ما كانش لسه قلب. النوع الثاني اللي هو عنده أكياس وأكياس زي ما قلنا كويس قوي عمرها بتقلب، ده مش عامل له حاجه الا لو كان عنده ألم شديد او نوبات متكرره من تهاب البنكرياس، قد نتعامل مع الكيس نفسه. النوع اللي في النص ده هيحتاج متابعه، والمتابعه هيبقى في الغالب برنين على حسب العلامات، اقول ماشي في سكه ان انا فيها خطوره يبقى محتاج عمليه، ولا ماشي كويس فقط متابعه. الوقايه ازاي؟ وبرضه سؤالي مع الوقايه، عايز أكد للناس قبل ما نمشي، الأعراض اللي العين لما يحسها لازم يجي جاري عشان يكشف. الوقاية هتيجي في النوع في الأكياس الكاذبة فقط، وهي إن أنا أمنع حدوث التهاب البنكرياس، ولو حصل التهاب في البنكرياس أبتدي أعالجه مظبوط من الأول، بحيث ما وصلوش مرحلة الكيس الكاذب. لكن للاسف اكياس البنكرياس هي ما لهاش اسباب عندنا، يعني عم ما بيعملش حاجه عشان يحصل له اكياس بنكرياس، وتشخيصها دايما بيبقى صعب قوي، لان العيان بيبقى شكوى عامه، شخص عنده الام في البطن بس الم متكرر، ودور في كل حاجه مش لاقي سبب ليه، فبالصدفه عمل مقطعيه او عمل رنين اكتشفنا كيس، فده حظه كويس ان احنا اكتشفنا هذا الكيس عشان نبتدي نحطه على الطريق الصحي بتاعه من الثلاث طرق اللي احنا قلنا عليهم.
الأعراض اللي شفتها بسرعة أجي جاري. الأعراض إما يبقى فيه ألم أو ساعات تبقى صفرة، وزي ما قلنا لو حصل صفرة دي علامة مش كويسة، دي معناها أن يحتاج في الغالب هيبقى يحتاج تدخل جراحي، أو ساعات التهاب متكرر في البنكرياس بيكون بسبب هذه الأكياس. الألم بيكون مكانه فين؟ دايما ألام البنكرياس كلها في المنطقة اللي فوق خالص تحت يعني أعلى البطن، ويسمع في الظهر كأنه سيف. آه بالضبط، داخل من هنا طالع، أقولك أنا مضروب بسيف بالضبط، يعني عشان بس نبقى إيه مش نسين، سيف من هنا اللي خلف الظهر يسمع للظهر. خوفنا النهاردة بس لازم نخاف في حتة مهمة جدا مظلومة جدا، هي البنكرياس. البنكرياس يظل مظلوم، هو ليه صحيح بيفرول بسرعة ولا؟ أصل هو كمان مشكلته إنه بيفرز مادة وظيفتها هضم البروتين. والجسم كله من جوه عبارة عن بروتين. فأنت بتفرز كأنك بتطلع مادة كاوية، بس أنت بتمشيها في قنوات معينة معدة إنها تستحمل هذه المادة. طب لو حصل التهاب والقناة دي اتقطعت وطلعت بره، هتبتدي تاكل اللي حواليها. مية نار. نورتنا يا باشا. ضيفي العزيز القيمة العلمية الكبيرة الأستاذ دكتور محمد فتحي عبد الغفار، أستاذ جراحات وزراعات الكبد بكلية الطب جامعة عين شمس، زميل جامعة أيسن بألمانيا لجراحات الكبد والقناة المرارية، وعميد معهد الكبد السابق، كالعادة كان مبدعا في واحدة من أهم حلقاتنا. البنكرياس يظل هذا لغز من الألغاز الطبية، مش لغز يعني، حتة مظلومة جدا في جسم الإنسان. حافظوا على نفسكم وخليكم دايما مع الناس الحلوة.